تلاميذ سنة رابعة متوسط، السلام عليكم. دائما مع التمارين في الفصل الأول في مادة الرياضيات، التمرين هذا مدته 10 دقائق، توقف الفيديو وتحاولوا تحلوا وحدكم. بسم الله، نقرأ جميع التمرين كله. لتكن العبارة الجبرية ان، حيث ان يساوي 2x ناقص 3 الكل أس 2 زائد 4x ناقص 5 الكل مضروب في x زائد 3. السؤال الأول، انشر ثم بسط العبارة الجبرية ان. ثانيا، احسب العبارة ان من اجل x يساوي 1 على 3 ثم x و x يساوي جذر 2. ثالثا، حل المعادلة ان يساوي 26 ناقص 5x. نبدأ بالجواب عن السؤال الأول وهو النشر ثم تبسيط العبارة. نشر ثم تبسيط العبارة الجبرية ان. لدينا ان تساوي 2x ناقص 3 كل أس 2 زائد 4x ناقص 5 كل مضروب في x زائد 3 تساوي. لدينا متطابقات شهيرة من النوع A ناقص B كل أس 2، ها هو A ها هي B، يساوي A أس 2 2x كل أس 2، ونفتح حاضنة كبيرة هنا، A أس 2 زائد B أس 2 3 أس 2 ناقص 2 في A في B، 2 مضروبة في 2x ضرب 3، أصبح الطرف الأول زائد. لدينا 4x ناقص 5 من كل مضروب في x زائد 3، مضروب 4x في x زائد 3 ثم 5 في x زائد 3 تساوي 4x مضروبة في x زائد 3 ناقص 5 مضروبة في x زائد 3. نخلق قوس، اثنين x كل أس 2 تساوي 4x أس 2 زائد 3 أس 2 تساوي 9 ناقص 2 ضرب 2 ضرب 3 12 x زائد 4x ضرب x تساوي 4x، 4x في x تساوي 4x أس 2، 4x ضرب 3 12x زائد 12x ناقص 5، كذلك ننشر 5 هنا، ناقص 5 في x ناقص 5 x ناقص 5 في 3 ناقص 15. نواصل، 4x أس 2 زائد 9 ناقص 12 x متغيرش، زائد 4x أس 2 زائد 12 ناقص 5 يساوي زائد 7x ناقص 15. نزل الأقواس تساوي 4x مربع زائد 9 ناقص 12x زائد 4x مربع زائد 7x ناقص 15 تساوي 4x مع 4x تساوي 8x مربع ناقص 12x زائد 7x تساوي ناقص 5x زائد 9 ناقص 15 تساوي ناقص 6. وهكذا نكون قد بسطنا العبارة ان. سؤال ثاني، احسب العبارة ان من اجل x يساوي 1 على 3. ثانيا، حساب العبارة ان من اجل نعود نكتب ان يساوي 8 x أس 2 ناقص 5 x ناقص 6. نعود x بواحد على 3، 8 ضرب 1 على 3 كل أس 2 ناقص 5 ضرب 1 على 3 ناقص 6 تساوي 8 1 على 3 كل أس 2 تساوي 1 على 3 أس 2 ناقص 5 في 1 على 3 ناقص 6 تساوي 8 ضرب 1 على 9 ناقص 5 ضرب 1 على 3 ناقص 6. نواصل، 8 على 9 ناقص 5 على 3 ناقص 6. لكي نستطيع أن نجمع العبارة هذه يجب أن نوحد المقامات، المقام المشترك هو 9 ناقص
ناقص 9، 9 قسمة 9 واحد، 1 في 8 8، 9 قسمة 3 3، 3 ضرب 5 15، هنا لدينا 1، 9 قسمة 1 9، في 6 4 و 5 تساوي 8 ناقص 15 ناقص 54، الكل على 9 وتساوي 8 ناقص 15 تساوي ناقص 7 ناقص 54 على 9 وتساوي ناقص 7 ناقص 57 ناقص 61 على 9. وهذه هي قيمة آن لما إكس تأخذ قيمة 1 على 3. ثم مطلوب منا حساب العبارة آن من أجل إكس يساوي جذر 2. حساب العبارة ان من اجل اكس يساوي جذر 2، نكتب ان تساوي 8 اكس مربع ناقص 5 اكس ناقص 6، نعوض اكس بجذر 2 تساوي 8 جذر 2 كل اس 2 ناقص 5 مضروبة في جذر 2 ناقص 6 تساوي جذر 2 كل اس 2 تساوي 2، 8 في 2 ناقص 5 في جذر 2 تساوي 5 في جذر 2 ناقص 6 تساوي 16 ناقص 5 في جذر 2 6 وتساوي 16 ناقص 6 هي 10 ناقص 5 في جذر 2، نعطي النتيجة وهي عبارة عن لما تأخذ x في جذر 2. سؤال ثالث مطلوب منا هو حل المعادلة ان يساوي 26 ناقص 5 اكس، ان تساوي 26 ناقص 5 اكس، حل المعادلة ان يساوي 26 ناقص 5 اكس، ان نعوض ان بقيمة تاعها 8 اكس مربع ناقص 5 اكس ناقص 6 تساوي 26 ناقص 5 اكس. نضع المعالم من الجهة اليسرى، المجاهيل من الجهة اليسرى، والمعالم من الجهة اليمنى. 8 إكس أس 2 اتركها من هذه الجهة، 5 إكس من هذه الجهة، هذه ناقص 6 نرجعها من الجهة اليمين، وهذه نرجعها لليسرى. ناقص 5 إكس ترجع زائد 5 إكس تساوي 26، وهذه ناقص 6 تولي زائد 6 وتساوي 8 إكس مربع ناقص 5 إكس مع زائد 5 إكس تختزل، 8 إكس بس 2 تساوي 2 و 3، إكس بس 2 تساوي 26 زائد 6 تساوي 2 و 3، إكس بس 2 تساوي 32 على 8، واصل إكس بس 2 تساوي 4. بما أن إكس بس 2 تساوي 4 المطلوب منا هو إيجاد قيمة x، x يساوي جذر 4، جذر 4 يساوي x إما تساوي ناقص 2 أو x يساوي زائد 2، ومنه زائد 2 ناقص 2 هما حلان للمعادلة. وهكذا نكون قد انتهينا من حل التمرين. نطلب منكم باش تعاودوا تحلوه مرة أخرى، وإلى فيديو قابل إن شاء الله، والسلام عليكم.